بحضور ممثلين من هيئات دولية، تواصلت عملية إعادة فرز يدوية للأصوات في الانتخابات التي أجريت في 10 من الشهر الحالي. عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل قال أن موظفو المفوضية يقومون ليلا ونهارا بفرز الأصوات في صناديق الاقتراع المشبوهة فيها، وفيما لم تشر المفوضية متى سيتم إعلان النتائج النهائية، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات. اليوم احنا شهدنا ايضا مراقبه محليه ودوليه، هنالك منظمات عراقيه تشرف على عمليه العدل الفرز، وكذلك الامم المتحده، الاتحاد الاوروبي، ايضا لهم بعض السفارات موجوده في مراكز العدل الفرز لهم مراقبين، وان شاء الله سنستمر بهذه العمليه. غدا ان شاء الله راح يكون صباحا محافظتي ميسان وديالى.